حجارة تبوح بخفاياها من عبق الماضي، حارة الجنود من أقدم الحارات في مدينة اللاذقية، تاريخ يشهد بالأصالة والتراث. هي من أحد الأحياء الموجودة بصليبة وبمدينة اللاذقية. بداية هون هي بالزاروبة، هي مسجد الخشاش، علاء الدين الخشاش. طبعا يعود تاريخه للحقبة العثمانية من 1404، وعيد ترميمه بسنة 2005. طبعا هو مدخله من الجهة الشمالية على شارع أبو العلاء المعري، عبارة عن قوس حجري وفي لافتة مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تعود للحقبة العثمانية. هذا الجزء مثل ما قلنا مسجل أثريا بالآثار. حتى في عندي جوا الساعة عند القنطرة، قنطرة الجانودي كمان تعود للحقبة العثمانية. فقط المسجد والقنطرة هن اللي مسجلين أثريا بالآثار، والبقية عبارة عن منازل إلى طابع تراثي أو ثقافي وغير مسجلة أثريا، ولكن يجب الحفاظ عليها من قبل الآثار وحماية المدينة. يعني حارة الجانودي أولا بتطلع على حارة الصليبة الأساسية اللي هو شارع أبو العلاء المعري، هو عصب الصليبة وعصب اللاذقية. وفي بتطل على التفرعات لشارع القوتلي او شارع عمر بن الخطاب، وبتطل على الاحياء الشعبيه من الجهه الثانيه، شارع التيزيني مثلا واللي بيؤدي لشارع بورسعيد، بناء قديم فيها انطره من الانطرات القلائل يعني البقيانه. وبضل روح الصليبي، روح الاشياء القديمه الحلوه موجود فيها. إجراءات من قبل مجلس مدينة اللاذقية للحفاظ على التراث، وخاصة بعد كارثة الزلزال. الحفاظ على البناء هذا، أي واحد بده يشتغل مثلا بهالبناء يقدم لنا أوراق رسمية حتى نخطره عن طريق نقابة المهندسين، يقوم دراسة وبتدعيمها وترميمها أصولا. عرفت كيف؟ للحفاظ على السلامة العامة بهالبناء وعلى هالتراث الموجود. نحن دورنا كمراقبين بناء بنطلع جولات ميدانية يومية بشكل يومي، واي شيء بنلاحظه قديم او شيء خطير بنبلغ او بنخطر اصحاب العلاقه والمالكين بشكل عام، ان كان هدم او ان كان تدعيم وترميم. هلا الترميم بيتقدم صاحب العلاقه بطلب بالاضافه لاستماره شو عطيته اللجنه، ويحال الى البلدي وللنقابه لاعداد دراسه مصدقه اصولا من نقابه المهندسين ان كان ترميم ولا تدعيم ولا هدم بشكل عام. وبس حصل على الدراسة بيتقدم بالرجعة بياخذ الموافقة وبإشرافنا وبإشراف مهندس من نقابة المهندسين. هي البساطة الممزوجة بالسحر بين ثنايا أحجار وقناطر حارة الجانودي التي ما تزال تنبض بالحياة وروح الماضي العريق.